تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئه بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك من كل من سمو الفريق اول ركن الشيخ محمد بن عيسى ال خليفه رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى ال خليفه الرئيس الفخري لنادي راشد للفروسيه وسباق الخيل وسمو الشيخ علي بن عيسى ال خليفه وزير شؤون الديوان الملكي. رفعوا فيها أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة المباركة دعينا الباري جلت قدرته أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وأبنائها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات